نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم ولأبناء شعبنا وأن يحفظ موقفنا. الآن قصف جديد في المكان، الآن قصف جديد في المكان. تشاهدون الدمار الهائل، بيوت بالكامل، أبراج بالكامل، شوارع، كل شيء تم تدميره، الحجر والشجر وكل شيء. شعور لا يوصف، مجزرة كبيرة يرتكبها الاحتلال. نسأل الله تعالى السلامة لنا ولكم ولأبناء شعبنا وأن يحفظ موقفنا. الآن قصف جديد في المكان، الآن قصف جديد في المكان.